السيدات والسادة، سلام الله إليكم جميعا، سلاما لمصرنا العزيزة، سلاما لكل المصريين، سلاما لكل مشاهدي قناة المحور وبرنامج الصديقان في هذه الحلقة المتميزة التي نحتفل فيها بالمولد النبوي الشريف. ذكرى طيبة ومناسبة سعيدة لا يسعني في بدايتها إلى أن أقدم التهنئة لأخي وصديقي، كما أرجو أن يفعل كل منا مثل هذا التصرف، أن يتقدم بالتهنئة إلى أخيه وصديقه في الوطن. أنا بالإصالة عن نفسي أتقدم بخالص التهنئة إلى أخي وصديقي فضيلة الشيخ مظهر شاهين في بداية الحلقة، أقدم له الحلوى التي اعتدنا أن نتقدم بها في كل مناسبة. فكما تعلمون المصريين أبدعوا والمصريين تفننوا في ربط المناسبة الدينية يعني أكلة أو أكلة شعبية أو حلوى مثل التي تقدم في المولد النبوي الشريف. تحياتي فضيلة الشيخ مظهر وكل سنة وفضلتك بخير. أبونا متشكر جدا على التهنئة السعيدة من سعادتك، وكما تعودنا دايما لا يا شيخ مظهر سيادتك سباق بالخير. تقريبا أول علبة حلويات بتجيلي في المولد لازم بتكون من أبونا جناب القس أثناسيوس، أتمنى على ومن إخواتي المسيحيين الحقيقة يعني. اسمح لي أقدم الحلوى ده يسعدنا يا أبونا. كتر خيرك يا ابونا، كتر خيرك، شكرين جدا، كتر خيرك. يعني بحيي حضراتكم طبعا في اول هذا اللقاء، وبتقدم لحضراتكم بصادق التهاني بمناسبه المولد النبوي الشريف. كل سنه وسعاده حضراتكم جميعا بخير. الحلويات ديت بقت عاده متعودين عليها في الصديقان تقريبا. كل مولد بقى لنا 4 سنوات ابونا يجيب لي على الهواء علبه حلويات للمولد النبوي الشريف زي ما حضراتكم شايفين. ده غير العلبة اللي بيجيبها لي كمان للبيت وللناس اللي معايا أصدقائي والفريق البرنامج كله بمناسبة هذه الذكرى الطيبة العطرة. وده بيكون يعني تعبير بينوب فيه أبونا جناب القس أثناسيوس رزق عن كل الإخوة المسيحيين في مصر. والحقيقة أن العلبة الحلويات ديت مش مقدمة لي أنا بشخصي أو مقدمة للبرنامج بشخصه، بقدر ما هي مقدمة لكل مصري من أبونا جناب القس أثناسيوس اللي بيعبر عن إخواتنا المسيحيين، ليا اللي بأعبر عن المسلمين من الشعب المصري. فهي علبة حلويات مقدمة من جميع المسيحيين في مصر إلى جميع المسلمين في مصر، مقدمة من المصريين على اللي هم أتباع سيدنا عيسى عليه السلام إلى المصريين اللي هم أتباع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بشكرك يا ابونا على هذه الهدية القيمة جدا، ويا رب دايما كده ما نتحرمش من كل سنة وحضرتك بخير ما نتحرمش من هذه الهدايا العظيمة يعني. يا رب على طول إن شاء الله. وكل سنة وحضرتك بخير وطيب. الله يخليك يا دكتور. شكرا يا ابونا، كتر خيرك. النهاردة هنتكلم مع حضراتكم في أكتر من موضوع. الموضوع الأول طبعا هنتكلم عن المولد النبوي الشريف. الموضوع الثاني هنشجع حضراتكم وندعوكم إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية. مش عاوزين السلبية تبقى هي الصفة الظاهرة في مجتمعنا في مثل هذه الفعاليات. لو على الأقل أنت مش عاجبك حد من المرشحين شارك وقاطع، يعني ابطل صوتك. لو عاجبك حد انتخبه، مش عاجبك حد ما تنتخبوش. لكن المشاركة الإيجابية بحضورك في اللجنة ده بتستفيد منه مصر بشكل عام، بيستفيد منه الوطن بشكل عام، وانت كمان بتستفيد بشكل خاص. لانه انا بتخيل لو 1 أو 2 مليون مثلا رفضوا مرشح من المرشحين، خلاص مش هينجح. وقعدك في البيت ممكن يعطيه الفرصة ان هو ينجح وانت مش عايزه. لو عدد معين برضو ابطل صوته، بتبقى دي رسالة بتقول انا رافض هذا الوضع مثلا. انما القعاد في البيت بدون ابداء رأيك اعتقد ديت سلبية، يعني ما تعودناش عليها خاصة في ال10 سنين الاخيرة من بعد 25 يناير لحد النهاردة. احنا بنشارك في جميع الفعاليات تقريبا، اللهم الا اذا كان فيه ظروف معينة حالت بينك وبين انك تشارك في اي فعالية. فاللي قادر ان هو يشارك النهاردة اول يوم في الانتخابات، في النهاردة 14 محافظة تقريبا بتجرى فيها الانتخابات البرلمانية. انا بتكلم النهاردة مع اهالينا في المحافظات ديت، اللي يقدر يشارك في الانتخابات ديت وما يبقاش فيه مانع بيمنعه من الحضور للجنة وابداء رأيه، يروح يقول رأيه بالايجاب بالموافقة أو بالرفض أو حتى بإبطال صوته. المهم توقف في الطابور، المهم تعبر عن مشاركتك الإيجابية في هذا الموضوع. الموضوع الثالث النهاردة، وده يعني اختيار أبونا جناب القس أثناسيوس رزق وأنا بحييه عليه، وهو موضوع مرتبط ارتباط وثيق بالاحتفالية بتاعة النهاردة
احتفالنا بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة، وهي ان بعض الدول او بعض، خلينا نقول بعض المؤسسات الهامة جدا في العالم بدأت توافق على زواج المثليين، يعني راجل يتجوز راجل او ست تتجوز ست، وده احنا شايفينها ان هي يعني تتعارض مع دعوة الانبياء والمرسلين جميعا الى الفضيلة والى مكارم الاخلاق والى ان الناس تعيش مع بعض وفق ما يتناسب مع طبيعتهم اللي ربنا خلقهم عليها. احنا دايما بنقول الاديان كلها هي مناسبة للفطرة الانسانية السليمة. الله عز وجل يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، مش فطر المسلمين عليها، لا فطر الناس عليها. كل الناس ربنا خلقهم بفطرة واحدة، يحبوا الخير ويكرهوا الشر، يحبوا الكسب من الحلال ويكرهوا السرقة، يحب ان ما حدش يخوض في عرضه، يكره ان حد يخوض في عرضه، يكره ان حد يسرق ماله، يكره ان حد يعتدي على محارمه، يكره ان حد يعتدي على ممتلكاته. دي فطرة طبيعية ربنا خلق الناس كلهم عليها، حتى اللي ملوش دين، اللي ما عندوش دين حتى سماوي بيتعبد لربنا عليه برضه بيكره ان حد يعمل فيه كده. فمثل هذه القرارات بتتنافى مع الفطرة الإنسانية السليمة اللي ربنا خلق الناس عليها، ومع دعوة الأنبياء والمرسلين اللي احنا النهاردة هنتكلم فيها من خلال احتفالنا بمولد خير الأنام عليه الصلاة والسلام. واعتقد احتفال قناة المحور من خلال برنامجنا النهاردة بالمولد النبوي الشريف هو احتفال خاص جدا، لأنه اعتقد في كل البرامج يمكن في مصر وخارج مصر ما فيش برنامج بيحتفل فيه بمولد سيدنا المسيح عليه السلام بالشكل اللي احنا بنعمله، ولا برنامج بيحتفل فيه بمولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام برضو بالشكل اللي احنا بنعمله، من حيث ان انا بمثل المسلمين وابونا بيمثل المسيحيين والاتنين بيحتفلوا مع بعض بمولد سيدنا محمد وبمولد سيدنا عيسى عليه السلام. فدي بتكون رسالة سامية جدا من قناة المحور الفضائية، اللي انا بشكر من خلال الكلام ده كله الدكتور حسن راتب على دعمه لبرنامجنا ودعمه للهدف بتاعنا. انا عايز من ابونا الاول يعني برضو اسمع رايه في الدعوه اللي انا قبل ما نخش في موضوعاتنا. راي ابونا في المشاركه الايجابيه النهارده في الانتخابات البرلمانيه باعتباره حدث وطني، وبعدين هننطلق بعد كده بقى لبقيه موضوعاتنا ان شاء الله. تديني فرصه بعد كده اتكلم على مولد النبوي. خد وقتك خالص النهارده، حلقتك اعتبرها الحلقه بتاعتك يا ابونا النهارده. الساده المشاهدين، 14 محافظة النهاردة، يعني نص مصر النهاردة واقفين طوابير قدام لجان الانتخاب لاختيار تقريبا نص أعضاء مجلس النواب 2020. النهاردة في الجيزة، النهاردة بني سويف، النهاردة المنيا، النهاردة سوهاج، النهاردة قنا، النهاردة أسوان، النهاردة الأقصر، النهاردة الوادي الجديد، النهاردة مرسى مطروح، النهاردة اسكندرية. يعني 14 محافظة النهاردة في ربوع مصر، تقريبا نص الوطن النهاردة بينتخبوا وبيطلبوا أصواتهم لاختيار مجلس النواب الجديد اللي هيمثلنا وياخد بالتشريعات الجديدة اللي هي هتعيد صياغة الوطن وتشكل مصر في الخمسة أعوام القادمة. كل الأمنيات أنه رغم أنه الصور بدأت تنزل على السوشيال ميديا، وأنا من برنامج الصديقان بأحيي فتيات صغيرات يعني يدوبها لسه يعني حاصلين على بطاقة الرقم القومي وأدلوا بأصواتهم النهاردة أمام اللجان الانتخابية. مناظر جميلة، بدأت الصور تنتشر على وسائل السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك، ونشوف دلوقتي قد إيه الطوابير فعلا مظهر حضاري جميل جميل جميل. اللجان على أعلى مستوى، علم مصر بيشكل بألوانه الثلاثة مداخل اللجان كلها، في موسيقى وطنية موجودة أمام اللجان، طوابير ولادنا الشباب والشابات هو المظهر الجديد اللي بيصيغ 2020 وبيحط صياغة كاملة لهذا العام. أنه النهاردة الشباب أصبح شباب إيجابي، كان في الأول ممكن نقول المرأة، النهاردة المرأة والشباب. يبقى بقى كل عناصر المجتمع أنها تخرج النهاردة عن بكرة أبيها وما تسيبش الفرصة للنهاية، محدش بيعرف إيه اللي بيحصل في النهاية، فنسارع وكل واحد لازم يدلو بصوته الانتخابي لاختيار من يراه صالحا لتمثيله في مجلس النواب 2020. الأمنيات، كل الأمنيات لكل الأعضاء وكل الشعب المصري لاختيار مجلس النواب 2020. الأنبياء جميعا
سلسلة واحدة حلقة مرتبطة بحلقة مرتبطة بحلقة من لدن يعني سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء انتهاء بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين. كل نبي كان بيجي لقومه خاصة يدعو الناس إلى شيء واحد أو إلى حاجتين اثنين، حاجة مختصة بالعبادة فبيأمرهم بأن هم يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، الحاجة الثانية مختصة بالدنيا فبيأمرهم أن هم يتعاملوا مع بعض وفقا لما يرضي الله ويتعاملوا مع بعض المعاملة الحسنة المعاملة الطيبة، يعملوا الخير ويبعدوا عن الشر، يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. وأنا أتحداكم أنك تلاقي رسالة نبي مختلفة عن رسالة نبي آخر في هذا الموضوع. ليه؟ لأنه الجميع بيأخذ بينهل من مشكاه واحدة، الجميع المرسل من لدن إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا الإله الواحد الذي نعبده والذي يعبده أبونا أثناسيوس وكل من له دين وضعي دين سماوي بيتعبد لربنا عليه، كل واحد عارف أنه نبيه إنما أمره بأن يعبد الله وأمره بأن يتعامل مع الناس معاملة طيبة. هكذا فعل سيدنا إبراهيم، هكذا فعل سيدنا نوح عليه السلام، هكذا فعل سيدنا إسماعيل، سيدنا إدريس، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا صالح، سيدنا ثمود، سيدنا شعيب، سيدنا لوط، كل الأنبياء والمرسلين وانتهاء بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ختم الرسالات سيدنا محمد بقوله، ختمها وقال في قول مشهور: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أتمم يعني إيه؟ يعني كان في ناس بدأ قبله وهو جاي يختم اللي بدأوا الناس اللي قبله. الناس اللي قبله اللي هم مين؟ سيدنا عيسى، سيدنا موسى، سيدنا نوح، سيدنا لوط، سيدنا شعيب، سيدنا صالح إلى آخره. هؤلاء جميعا أتوا بمكارم الأخلاق. وهتلاقي كتابنا لا يختلف عن أي كتاب سماوي آخر في هذا الموضوع في هذا الشأن. ممكن نتميز إحنا عن بعض التشريعات زي المواريث وزي خلاف الزواج وإلى آخره، إنما في شأن الأخلاقيات إحنا كلنا واحد. اللي بيقوله سيدنا المسيح عليه السلام على التواضع وعلى التسامح وعلى إزاي تعامل الناس كويس هو اللي قاله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ما فيش فرق بينهم مطلقا. وعلشان كده أنا بشوف إنه في احتفالنا بسيدنا المسيح عليه السلام، بمولد سيدنا المسيح عليه السلام، هو احتفال بالرسالات السماوية كلها، زي برضو احتفالنا بسيدنا محمد أو بمولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام برضو هو احتفال بالرسالات السماوية كلها بجميع الأنبياء والمرسلين اللي خاتمهم سيدنا محمد. وبالتالي احنا أنا وابونا أو أي حد بيعمل في مجال الدين في مجال الدعوة إلى الله عز وجل، احنا امتداد لهذه الدعوة. يعني احنا مش جايبين حاجة من عندنا خالص، ولا هتلاقي عالم النهاردة مهما بلغ شأنه جايب تشريع من عنده أو اختراع جديد أو دين جديد. إنما احنا بنعمل ايه؟ احنا خدنا الأوامر بتاعتهم وبنحاول نوصلها للناس قدر ما نستطيع، بندعو الناس إلى ما دعا إليه هؤلاء الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. ومهما اختلفت الأزمنة واختلفت التشريعات واختلف الناس وضمائر الناس، لن تختلف القيم أبدا. هيفضل الزنا حرام إلى يوم القيامة مهما الناس بقوا بيعربدوا في الأرض، وهتفضل السرقة غلط لحد يوم القيامة حتى لو اتفق الناس عليها، وهتفضل المكارم الأخلاق متفق عليها من تواضع ومن مساعدات في الخير ومن بر والدين ومن صلة أرحام ومن أعطاء للناس إلى آخره، متفق عليها مهما حتى لو الناس نسيت الدين ونسيت أي حاجة، إنسانية الإنسان تفرض عليه ذلك. ده أعزك الله كمان، ده أنت الحيوان أحيانا اللي ما عندوش بقى لا دين ولا عنده حاجة ولا عنده كتاب سماوي ولا عنده، عارف الحرام وعارف الحلال، عارف بلاش الحرام والحلال، عارف الصح وعارف الغلط. وكتير قلنا المثل ده وقاله الشيخ الشعراوي وغيرهم، لو انت جنبك قطه ورميت لها حته لحمه كده من 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 الطعام بتاعك، هتقعد جنبك وتاكلها وهي مطمنه وتتمسح فيك والى اخره. انما لو خطفت لقمه من قدامك هتخطفها وتدور الجري. ليه؟ لانها عارفه ان هي عملت غلط. الحمار اعزك الله لما يكون ماشي كده وينزل أرض صاحبه يأكل، بيأكل وهو مطمن وياكل ويتمرغ في البرسيم
وينام وينبسط وبتاع، وعارف ان دي ارض صاحبه وان البرسين ده بتاعه يعني تقريبا. انما لو دخل ارض حد تاني غير ارض صاحبه، اول ما يشوف صاحب الارض جاي يدور الجري. الحمار عارف الصح من الغلط، والقطة عارفة الصح من الغلط. فبالتالي اعتقد الانسان بقى اللي ربنا خلقه وكرمه بالعقل وارسل اليه الانبياء والمرسلين واسجد له الملائكة ونفخ فيه من روحه وكرمه على كثير ممن خلق وفضله على كثير ممن خلق تفضيلة، اولى الناس او اولى المخلوقات بانه يكون عارف برضه الصح وعارف برضه الغلط. ده مدخل لحكاية ابونا هيحكيها لكم خاصة بالمثليين وزواج المثليين وهذه الفضيحة اللي بتحتسب على بعض المؤسسات حين تدعو الناس إليها أو تبيح للناس فعل ذلك. أن هترك الميكروفون والمايك لابونا يتكلم في هذا الموضوع كما يشاء وياخد راحته، وطبعا أكيد هيعرج على المورد النبوي الشريف وياخد راحته. واعتبرني يا ابونا النهارده ضيف، العفو العفو، قاعد جنبك، خد راحتك ووقتك، ولو فاض منك وقت الدهول. لا العفو يا شيخ، اتفضل يا ابونا. السيدات والسادة، أولا التهنئة موصولة لكل إخواتي المسلمين في مصر والعالم بالتهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف. في الواقع احنا كنا يعني في صعيد مصر قبل أن نأتي إلى القاهرة ونقيم بها، يعني نشأنا في مجتمع قد إيه كلنا كنا بنعيد مع بعض بالمولد النبوي. كبرنا وإحنا مع الأيام، وكان كل سنة بيجي ميعاد المولد النبوي ونلاقي شوادر الحلوى وقد انتشرت في الشوارع، وكل يقدم منتجاته للاحتفال بهذا المولد النبوي الشريف بطريقته الخاصة. فلا ننسى عروس المولد الحمراء، الحلوى الحمراء أو الحصان يعني اللي كان بيتعمل بالحلوى برضه، وكنا بنروح المصنع اللي هو بيتعمل فيه الحلوى دي ونشوف ازاي بيتصب في القالب العروسة بأشكال مختلفة، والفارس اللي هو راكب الحصان بتاعه برضه بأشكال مختلفة، وكنا نشوف باقي أصناف الحلوى السمسمية والحمصية والملبن وغيره من باقي الأصناف في شوادر كثيرة منتشرة في ربوع المدينة بتاعتنا. وبعد كده يجي مثلا في عشية المولد نفسه ويطلع حاجة اسمها المحمل، كل يعني جماعة صوفية لها بتكون منظمة مسيرة، وكل المؤسسات الدينية الأزهرية وغير الأزهرية كانوا بيمشوا في طابور طويل. أنا فاكر كان ياخد نور الشارع لآخر الشارع، يعني مثلا على مسافة كيلو متر، وكل جماعة دينية بتعبر عن نفسها بالزي الخاص بها وبالأناشيد الخاصة بها، وكانوا يجيبوا الجمل ويحطوا عليه المحمل، وكان يمشي في عرض عسكري في الأول، وكان في عروض الكشافة تتبعهم، وكان في حملة الأعلام، وكان في موسيقى جميلة، كان يعني المدينة كلها كانت تتشد لهذا المشهد الجميل، وكنا نقف احتراما وإجلالا لصاحب هذه الذكرى اللي هو المولد النبوي الشريف. لذلك يا أحبائي في هذا الجو الجميل الحلو اللي ما فيهوش تعصب، ما فيهوش ضغينة، وما فيهوش كراهية، والأعياد كلها بيحتفل بها بشكل عام، نشأنا في وسط هذا الجو الجميل. لذلك ما حدش يستغرب أبدا وأنا جايب الحلوى النهاردة عشان أقدمها لإخواتي المسلمين تهنئة، لأن هو ده الجو اللي احنا نشأنا عليه ونشأنا فيه. مفيش أي تعصب بين أعياد المسلمين، هي أعياد المسيحيين، وأعياد المسيحيين هي أعياد المسلمين، وهي دي مصر في كل مراحل حياتها، مش بس دلوقتي، ده من زمان وهي كده. ما نبصش لبعض الفترات اللي كان فيها أي مشاكل أو خلافه، لكن هو ده عمق الموضوع اللي احنا كنا عايشينه. لذلك التهنئة، كل التهنئة لكل إخواتي المسلمين بالنبوي الشريف. أثير بالأمس قضية أيضا كبيرة، كنا نظن أنها أن هذه المؤسسات هي الداعمة والحامية لقيم المجتمع والقيم الدينية السليمة التي ترفض بشدة وشموخ أي خروج عن كلام الله، وأي خروج عن تقاليد الله، وأي خروج عن ما أمرنا به الله. فوجدنا بعض هذه المؤسسات كما أشيع عبر وسائل السوشيال ميديا وعبر تقارير رسمية أن هذه المؤسسات يعني أباحت زواج المثليين. مش عايز أقول يعني الشعار أو الحجة اللي اتخذت من خلال هذه المؤسسات دي، مؤسسات حجة إباحة زواج المثليين، يعني ما يجيش مثلا، ما نجيش نقول إن كل الناس دول أولاد ربنا
ومن حق أولاد ربنا أن يكون لهم أسرة. طب ما كل الناس أولاد ربنا، حتى الناس اللي هم أصلا مش بيعبدوا ربنا، فهو ربنا اللي خلقهم. ربنا خلق كل الناس، خلق الصالح وخلق الطالح، خلق اللي بيعبده وخلق اللي بينكره وبيكفر بيه. ربنا خلق كل الناس، لكن ما يصحش نيجي نبيح حاجة مش في ايدينا ولا في سلطاننا اباحتها للناس. احنا هدفنا نقوم اعوجاج الناس لما نشوف الناس خرجت عن صحيح الدين وصحيح الايمان وصحيح ما ينفعها في دنياها وفي اخرتها. نشوفهم خرجوا، احنا دورنا بقى نرجع هذه المجتمعات وهؤلاء الناس ونمشيهم في صحيح الايمان علشان يكون ليهم ابدية صالحة ويكون ليهم في الاخر نهاية سعيدة ما يروحوش جهنم. احنا بايدينا ممكن يعني زي كما قيل الويل لكم أيها الكاتب والفريسيون المراؤون لأنكم تطوفون البحر والجو لكيما تكسبوا غريما واحدا. نقعد نلف الدنيا كلها عشان نجيب واحد لربنا، ولما نجيبه نجعله إيه؟ ابنا لجهنم. في الآخر نقدمه، احنا نوديه بإيدينا جهنم لأن احنا ما علمناهوش صح وما حفظناش على التعليم السليمة اللي هو كان يجب إن هو يعتنقها ويسير بيها. فما فيش تشريع أبدا ولا في الإنجيل. أنا عايز أدعو هؤلاء الناس اللي هم بيتكلموا على إباحة زواج المثليين إلى قراءة رسالة روميا في الإنجيل. الرسالة كلها 16 إصحاح أغلب آياتها بتتكلم على تحريم هذا الفعل، بل إنه في هذه الرسالة بالذات الله بيعلن غضبه على فجور الناس وإسمهم. ولما بنسأل ربنا ليه أنت يا ربي غضبان على البشرية، يقول لك لأن هؤلاء الناس يعني زوجوا الذكور بالذكور والإناث بالإناث، سايبين وتركين قصد الله الحي انه هو ينكر ولا يبيح مثل هذه الافعال الشاذة اللي البشر اخترعوها عشان خاطر يرضوا شهواتهم ويرضوا نزواتهم. لكن مفيش اي اباحة ابدا ولا نص ابدا سوى نص يعني صريح او غير صريح في الانجيل كله يبيح مثل هذا. فلماذا اذا نؤيد مثل هذه الامور؟ انا لما اشوف الشعب النهاردة واشوف بعض القطاعات من المجتمع وقد سلكت هذا المسلك، أنا دوري أرجحهم. إيه الفائدة؟ هل لما يتزوج ذكر بذكر هينجب؟ هل لما تتزوج أنثى بأنثى هينجب؟ في حين أن قصد الله من الزواج هو يذهبوا اكسروا واملأوا الأرض، هو الإكسار والإنجاب لكيما نملأ المعمورة اللي ربنا خلقها. فهل بالطريقة دي إحنا بننفذ قصد الله؟ أنا أدعو طبعا هذه المجتمعات وهذه اللجان وهذه الهيئات اللي هي خرجت علينا لكيما تبيح زواج المثليين، ويؤسفني جدا جدا اني ارى اصوات محسوبة على المثقفين ولكن تحت بند الحرية. يقول لك من حق كل مؤسسة انها تقول اللي عايزة تقوله. طب وبعدين هذا الشطح هيوصلنا لحد فين لما كل واحد يقول اللي عايز يقوله بالمخالفة الى صحيح الايمان وبالمخالفة الى صحيح كلام الله والمخالفة الى قصد الله ذاته من خلق البشرية. واحنا شايفين واحنا قاعدين نتفرج ان كل واحد بقى يقول عايز يقوله. طيب وبعدين دور بقى اللي هم دورنا ايه بقى؟ احنا انتوا جايبيننا ليه؟ عاملين فضيلة الشيخ ليه؟ وعاملين القس ليه؟ ما احنا دورنا عشان ندعو الى صحيح الايمان زي ما احنا استلمنا ايمان في الكتب المقدسة، دورنا نوصله للناس. فاذا ما كانش فيه لازمة بقى لينا خلاص بقى يبشرونا بقى ومناش لازم، سيبوا بقى كل واحد يقول حريته يقول رأيه براحته، ونسيب بقى المؤسسات هذه واللجان هذه تبدع وتخترق وتخترع تحت شعار الحرية المزعومة. أنا بدعو كل هذه الهيئات لمراجعة النفس وعدم إباحة المثلية الجنسية لأن هذا كله ضد قصد الله. ربنا يحمينا جميعا ويحمي مجتمعاتنا ويحمي هيئاتنا، آمين يا رب. أبونا قال كلام خطير جدا في هذا الموضوع. من أباح هذا الموضوع بيتحجج بحجة احنا شايفينها واهية ان الجميع أبناء الله، فمن حق أبناء الله ان هم يعملوا اللي هم عاوزينه. بالمنطق ده ما هو الأب ابن الله، يعني الأب يعني مخلوق الله عز وجل خلقه والابن ربنا خلقه وكلنا مجازا عيال الله سبحانه وتعالى. يبقى ينفع الأب يتجوز ابنه بقى؟ وبعدين ما هو الحرامي من خلق الله واللي سرقه من خلق الله، يبقى من حقك تسرق ده يسرق ده، والاثنين من خلق ربنا، وده يقتل ده، والاثنين من خلق ربنا. ده هذه دعوة الى الفجور، والابشع من ده انك تلصق هذه الدعوة او تتمسح في ربنا فيها. يعني انت اعمل المصيبة زي ما انت عاوز وقول ده رأيي،
لكن ما تقولش ربنا عاوز كده، تبقى انت كده بتلزق المصيبه او بتلصق المصيبه بربنا. والله عز وجل قال ذلك في كتابه: واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. اهو ده الواقع بتاعنا دلوقتي. اللي يعمل مصيبه يقول لك ربنا قال لي كده. الدواعش بيقتلوا وهم بيكبروا وبيوحدوا ربنا. والرقاصه بترقص وهي بتقول لك ربنا يوفقني. وتسالها انت تقول لك اصل ربنا وفقني الحمد لله انا كنت مش يعني انا كنت عمري ما يعني ما نسيت ربنا لحظة وكنت عارف ان ربنا هيوفقني، هيوفقك في ايه؟ في انا مش فاهم يعني. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فإنك تتحجج بهذه الحجة الواهية ديت في حد ذاتها جريمة. الحاجة الثانية استكمالا برضو الكلام أبونا الفاضل، إنه هو من إمتى الأديان السماوية بتدعو إلى ما يخالف الفطرة الإنسانية؟ ده فيه ناس عملوا كده زمان وربنا أرسل فيهم رسولا كان اسمه سيدنا لوط عليه السلام. يعني سيدنا لوط دعوته في قومه الذي بعث فيهم كانت إن هم يبعدوا عن المثلية الجنسية، صح يا أبونا؟ بالظبط. وهم ما سمعوش الكلام، فكان عقاب الله عز وجل لهم عقاب أليم جدا. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فربنا قضى عليهم كلهم ومن ضمنهم امرأة سيدنا لوط لأنها كانت موافقة على هذا العمل الشنيع. فتخيل أن ربنا يرسل رسولا في قوم اتفقوا فيما بينهم على أن يأتوا الذكران من العالمين. يعني هم لا ينكحون النساء إنما ينكحون الذكران، الذكور بتنكح الذكور. فربنا ما عجبوش هذا الأمر لدرجة أنه بعت لهم رسول يأمرهم بأن يكفوا عن ذلك، أتأتون الذكران من العالمين، ومنعهم من هذا الفعل الشنيع. فلما لم يستجيبوا له أمره الله بأن يخرج من القرية هو والذين آمنوا معه. وبعدين ربنا أنزل على هذه القرية العذاب عقابا لهم على استمرارهم في هذا الفعل الشنيع. الحاجة الثالثة ان احنا ما بنقولش ان احنا كعلماء دين او كرجال دين مسيحي، احنا ما بنقولش ان احنا مندوبين عن ربنا ولا حاجه، ولا ان احنا ربنا عز وجل يعني ارسلنا برساله معينه. احنا بنقول ان احنا نكمل الرساله، بنوصل رساله الانبياء والمرسلين كما فهمناها. واعتقد ما فيش انسان على وجه الارض يقدر يقول ان اللي بيحصل ده، ان راجل يتجوز راجل وست تتجوز ست، ده يوافق عليه احد الانبياء او احد المرسلين، او ان ربنا يرضى عنه، او انه حتى مطابق للفطره الانسانيه السليمه. الراجل طبيعي ان هو يكره انه يتجوز راجل زيه، الطبيعي كده. اللي بيعمل كده ده انسان مريض، اولى بنا ان نعالجه، اولى بنا ان احنا نقول يا جماعه شوفوا الناس ديت المشكله بتاعتها فين، نفسيه ولا عضويه ولا جنسيه ولا ايه مشكلتهم، ونتعامل معاهم على انهم ليسوا اسوياء، دول ناس مرضى، فنعالجهم مش نقنن لهم قانون يخليهم على نفس المرض ده. يعني انت بتعمل له قانون، يعني بتشرع له المرض بتاعه بدل ما تعالجه، لا انت بتحط له بتقره وبتدي له قانون علشان الوضع. ثم ان ضرر هذا الامر صحيا معروف. ما تسالوش رجال الدين ولا علماء الدين، خدوا راي الاطباء في الموضوع ده. لو الاطباء وافقوا يا سيدي اعملوه، مش هتلاقي طبيب محترم يوافق على هذا الامر لانه في اضرار صحيه. وابونا ذكر عله مهمه جدا في هذا الموضوع، ان البشرية مش هتستمر بالنهج ده. عشان البشرية تستمر أبونا قال آية من الإنجيل، وإحنا الحديث معروف: تناكحوا تناسلوا تكسروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. معروف أن من أهداف الزواج هو النسل وفقا لشرع الله، النسل بالحلال، النسل اللي نضمن له حقوقه، النسل اللي يبقى ليه أب وأم بشكل طبيعي، ما يبقاش أبوه راجل وأمه راجل، ما تمشي إزاي كده، ولا أبوه ست وأمه ست ويجيبوا اللي هو الحيوان المنوي المجمد ده
وتعملوا عمليه وما نبقاش عارفين هو الحيوان المنوي ده جاي من انهي راجل في الدنيا ومين ابو الواد ده، وهو والست متجوزه ست زيها، واحده فيهم راجل والثانيه فيهم ست. ايه اللخبطه دي؟ ايه اللخبطه الكونيه اللي احنا بنعملها؟ احنا بنجرم في حق الكون وفي حق البشريه وفي حق الانسانيه وفي حق انفسنا. واعتقد كل اللي مشي في الطريق ده سيحاسب مرتين، مره امام التاريخ ومره امام الله سبحانه وتعالى. في قضيه مهمه ابونا كان يتكلم فيها قبل الحلقه معايا الحقيقه، ان ولد شاب عنده 10 سنين في احدى المحافظات الجمهوريه كان بيتجوز بنت عندها 9 سنين، والامومه والطفوله عرفت بهذا الموضوع فوقفت هذه، انا شايفها هذه الجريمه. الزواج حلال اي نعم، الزواج حلال اي نعم، لكن حلال مش على اطلاقه. يعني ايه؟ يعني مقيد بشروط، مقيد بشروط. ساعات بيكون الحلال حرام، الحلال ده ساعات بينقلب الى حرام اذا توفرت قرائن معينه. يعني زي ايه مثلا؟ لو واحد مش اللبن حلال يا ابونا؟ شرب اللبن حلال، تمام كده. طب واحد لما بيشرب لبن بيسكر، طبيعته كده، اول ما يشرب بق لبن يسكر، يبقى اللبن في حقه حرام. ليه؟ لان هنا توفرت عله او عله السكر اللي ممكن ما توفرش مع غيره، بس معاه هو بقت موجوده. طيب واحد الزواج حلال، حلال لكل الناس، ايوه لكل الناس. طب واحد عنده ايدز، واحد عنده ايه؟ ايدز، يبقى الزواج بالنسبه له حلال ولا حرام؟ لا حرام، لانه لو اتجوز واحده هينقل لها هذا المرض وهتموت، هيبقى ارتكب جريمه اشبه بجريمه القتل العمد اذا كان يعلم. يبقى انت هنا كطبيب او كمشرع لو جالك واحد عنده ايدز وقال لك انا عاوز اتجوز، تقول له ايه؟ حلال ولا حرام؟ تقول له يا ابني حرام، حرام. الاول ربنا يشفيك بعد كده اتجوز، لان انت لو اتجوزت بالطريقه دي انت هتموت بني ادم، انت مش هتتجوزها، انت هتقتلها. يبقى هنا الحكم بيتغير من الحلال للحرام بقرائن معينه، باسباب معينه. واحد عنده مريض، عنده مرض جنسي، ما يقدرش يقوم بال ما يتطلبه الزواج الانساني، يعني الشرعي، العلاقه الانسانيه بينهم. عنده مرض، ما عندوش العضو اللي يقدر يعني يخلف ويقدر كده. طيب ده يبقى الزواج في حقه ايه؟ الزواج في حقه مكروه وقد يكون حرام، ولذلك بيفرق بين الزوجين اذا وجد القاضي ان احد الزوجين عنده عله تحول دون ممارسه حقوقه الشرعيه مثلا. يعني طب واحد عنده جرب، يعني عنده مرض جلدي يا بونا، المرض ده زي مثلا البهاء او الابرص او الى اخره، ومرض معدي مثلا، ولو اتجوز انسانه هيعديها وهتبقى نقول له الجواز في حقك ايه؟ مكروه، يا ابني ما تتجوزش دلوقتي، استنى. يبقى هنا الزواج في 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 حد ذاته حلال، انما بيحتاج الى شروط. من شروطه ايه؟ التكافؤ، ومن شروطه انك تكون قادر على انك تفتح بيت في الايام اللي احنا عايشينها ديت، صح كده؟ طب عيل، بالله عليكم، عيل عنده 10 سنين ده هيتجوز يعمل ايه؟ يعني ده هيتجوز يعمل ايه؟ لا ينفع يبقى اب دلوقتي، ولا ينفع يصرف على مراته دلوقتي، ولا هو مكتمل العقليه والاهليه اللي تخليه يقوم بواجباته كراجل، راجل البيت يعني، ولا هو عارف حتى حقوق زوجته عليه ايه؟ عيل لسه، عيل صغير. ازاي انا اقوم جايب بنت كده حاططها في ذمته واقول له اتصرف فيها وانت عيل؟ يعني ازاي انا عيل كده اديله بنتي مثلا يعني؟ فهنا يا جماعه مش فقط الموضوع هو متوقف على حرام ولا حلال، الموضوع متوقف على ينفع ولا ما ينفعش. ما هو بالحرام والحلال فيه كتير، في حاجات كتيره قوي حلال لكن ما تنفعش، صح ولا ايه؟ وقوفي في الشارع حلال، بعمل سلم في الشارع حلال بس بعطل الناس، يبقى ما ينفعش. وقوفي بالعربيه صف تاني حلال، في شرعا حلال واقف في الشارع، لكن معطل واحد يبقى حرام. طب الواحد ده كان رايح يعمل عمليه ومات، بقى وزرك وزر عظيم لان انت منعته ان هو يروح يعمل عمليه في الوقت اللي كذا. فالموضوع مش حرام وحلال وخلاص، الموضوع حرام وحلال وينفع ولا ما ينفعش. ولما ينفع نقول ينفع ليه؟ الزوج بيتجوز، نقول له انت عندك الكفاءه، عندك الاهليه، عندك تقدر تفتح بيت، عندك العقل اللي تقدر تمشي بيه بيت النهارده. والنهارده طبعا موضوع ان الراجل يبقى يعني راجل ماله هدومه كده
وعنده يقدر يفتح بيت ويقدر يعني يبقى زوجته في امان وكده، ده موضوع مش سهل النهارده، مش سهل النهارده، مش بحبط ولا بقنط ولا حاجه خالص، بس انا بقول الموضوع فقط مش حرام وحلال يا جماعه، الموضوع ينفع ولا ما ينفعش، البنت اللي عندها 9 سنين ديت تنفع تتجوز ولا ما ينفعش تتجوز، بالمنطق والتجربه ونظرتنا احنا كده وقول الاطباء ما ينفعش تحمل ازاي وهي عندها 9 سنين، او تحمل ازاي تبقى ام ازاي وهي عندها 10 سنين، تبقى ام ازاي ومين هيذاكر لمين؟ ده هي المفروض ان هي لسه في ثالثه اعدادي، صح يا ابونا؟ ثالثه ابتدائي 10 سنين ثالثه ابتدائي، اه ده المفروض ان هي لسه في ثالثه او رابعه ابتدائي، طب رابعه ابتدائي ولا ثالثه ابتدائي ديت هتبقى ام ازاي؟ هتفتح بيت ازاي؟ تطبخ ازاي؟ تحمي نفسها ازاي وتحمي جوزها ازاي؟ عايزين والنبي بالله عليكم يعني عايزين نرقى الى مستوى المسؤوليه والعقل، مش يا فرحتي اتنين اصحاب وواحد عنده بنت والتاني عنده ولد وعشان بيحبوا بعض شويه، ايه رايك يا ابو حميد تجوزني نجوز البنت بنتك للواد ابني؟ يا سلام احنا اللي احسن منه، تعالى هات مأذون اكتب مش عارف، الموضوع مش كده، احنا مش بنشارك على عربيه جيلاتي في الشارع، انتوا بالحب ده ممكن تفتحوا محل سوا، تفتحوا وتشتروا ارض سوا، لكن ما تجوزوش اتنين لبعض، لان في اتنين بني ادمين هيبقوا مسؤولين عن بعض بعد كده، الموضوع هيخرج من ايديكوا لايديهم هم، ولا انت هتفضل تصرف على ابنك ويصرف على بنته؟ يعني انا مش فاهم يعني. فيا جماعه بالله عليكم العقل، العقل شويه، مش بس حرام وحلال، ينفع ولا ما ينفعش في الزمن اللي احنا فيه كمان بالذات، لازم نفكر 50,000 مرة قبل ما ناخد خطوه زي دي، لانه بنات الناس مش لعبه، والجواز والطلاق مش لعبه، والانفصال مش لعبه، وتضييع الذريه مش لعبه، وفتح بيت النهارده برضه مش لعبه. انا هسيب ابونا برضه يدلي بدلو في هذا الموضوع. يعني اعزائي المشاهدين، قضيه هامه ومثيره قد فتح يعني ابوابها فضيله الشيخ مظهر شاهين النهارده بزواج الاطفال. قعدت ابحث وتابعت وقعدت اقرا القصه بتاعت زواج الطفلين دول، هم اللي او محاوله زواج الطفلين او محاوله تزويج الطفلين في احدى مناطق في مصر، يعني بدون ذكر هذه المناطق. قعدت ابحث ليه السبب اللي هو الاب والام، والاب والام وافقوا على تزويج هذا الطفل القاصر 10 سنين مع هذه الطفله القاصر 9 سنوات، فما لقيتش سبب قالوه غير ان هم عايزين يفرحوا بالعيال. يعني الكلمه اللي اتقالت كده اهو، احنا عايزين نفرح بالعيال. هل احنا لما نحط طفل صغير في بيت مع طفله صغيره هو ده الفرح؟ هي دي السعاده اللي احنا انتوا عايزين تشملوا بيها ابنائكم وتحطوهم على اعتاب حياه زوجيه ومستقبل بعد كده كبير وطويل ربما ما ينتهيش الا بوفاه احد الطرفين؟ هي دي السعاده؟ ازاي هيعيشوا؟ قعدت ابحث عن سبب اخر ازاي وافقوا على هذا الموضوع. قالوا اصلي الموضوع يعني مش محتاج حاجه، البنت يا عيني جابوها وقعدوا قدام واحده كده هو ست فاضله بتشتغل بتاعه الحنه، فقعدت تدق لي على ايديها الحنه، وبعد كده البنت يعني مش عارفه حاجه، لابسه بيجامه ولا حاجه، فدخلوا لبسوها قميص نوم عشان تبان حتى انها عروسه ولا حاجه، بنت صغيره 9 سنين، فبرضه ما لقوش فيها حاجه. فبعد ما خلصوا الحنه بتاعتها بقى راحوا جابوا لها فستان زفاف، يعني ما فيش البنت يعني ينطبق عليها المثل بتاع يعني لبس البوصه تبقى عروسه، ما فيش يعني، بنت صغيره حجمها صغير سنها صغير فكرها صغير، هي انا اعتقد لو قعدنا نفهمها ايه اللي هيحصل في الزواج هترفض نفسها هي. واستمرت هذه المراسيم لولا الله وحده يا احبائي الاعزاء المشاهدين كان ممكن تتم هذه الجريمه، وان كنت اتوقف عند هذا الامر. فبدات تنزل بعض الافلام الفيديو اللي هي او بعض يعني البث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي لغايه لما وصلت لبعض المسؤولين، وهنا تدخل بعض المسؤولين في وقف هذه المهزله، وسامحوني هسميها مهزله. ثم انه في قضيه اخرى وفي يعني نقطه اخرى ايضا في هذا الموضوع، مين اللي كان هيقوم بمراسيم الزفاف؟ مين هيعمل كتب الكتاب؟ مين المأذون؟ مين المأذون اللي كان مين اللي هيرضى يقنن هذا الوضع؟ وهو يعلم انها جريمه بمعنى كلمه جريمه، فالاثنين لسه خسر، والاثنين لا يحملان بطاقه رقم قومي، والاثنين لم يبلغا سن الزواج الرسمي، وبالتالي القانون المصري في اخر تشريع ليه حرم وجرم مثل هذه الافعال، فمين ده اللي كان هيقنن هذا الوضع؟
انا خلال برنامج الصديقان بيكتبوا يا ابونا ورق، بيكتبوا ورق كده بينهم من بعض ويقول لك لما يبلغوا سن الرشد نبقى نعمل لهم جواز رسمي. هنا السؤال، انت منين ضمنت ان هم الاثنين يبلغوا سن الرشد وهم زوجين؟ طب لو هي حملت وهي عندها 16 هيبقى ابن مين الولد ده؟ رقم اثنين، طب لو حد فيهم لا قدر الله مات، هتثبت ازاي ان الطرف الثاني ده كان متجوز؟ البنت هتبقى زوجه. طب جوزها مات، تثبت ازاي انها كانت زوجه؟ بالظبط. رقم ثلاثه، طيب لو انفصلوا هيبقى البنت دي كانت يعتبر مطلقه. طب انت هتيجي تجوزها بعد كده هتجوزها هي مطلقه ازاي وهي اصلا لسه ما بلغتش سن؟ ففي في مصائب وكوارث هتقابلهم هم مش واخدين بالهم منها. هم شايفين دلوقتي يلا نفرح العيال. عايز تفرح العيال اللي في السن ده، هات لي واحد عروسه والتاني هات له لبس ميكي ماوس وهيفرح. يعني انا اعتقد الولد اللي عنده 10 سنين ده لو انت جبت له لبس سبايدر مان ولا جبت له اسمه ايه 4G اللي هو الفورد اللي بيلعبوا بيه، اسمه ايه اتاري ده ولا اسمه ايه، يلعبوا بيه، ده يفرح اكتر من العروسه. يعني لو قلت النهارده العيل عنده 10 سنين اجوزك ولا اجيب لك اتاري، هيقول لك لا هات لي اتاري. هو دي فرحته اكتر من اللعبه. هات له موبايل مثلا وعليه شويه العاب لو انت عاوز تفرحه. انما افرحه اجوزه واحده ولا افرحها هي اجوزها واحد ووقع في هذه المصائب؟ طلقها تبقى ازاي مطلقه وهي قاصر؟ طب ماتت يبقى ازاي كانت مش عارف. طب هو اللي قدر الله مات يبقى ايه؟ طب خلفت يبقى الواد ده زي ما هنسميه باسم مين وهو لسه ما اتجوزهاش رسمي بعد كده؟ ايه المصايب اللي بتخشوا او بتدخلوا نفسكم فيها دي من حيث لا تشعرون؟ عايز تفرح ابنك وهو عنده 10 سنين، هات له اتاري ولا ميكي ماوس ولا هات له موبايل ولا هات له حاجه هيفرح بيها اكتر من العروسه والله العظيم صدقوني. يعني عايز تفرح البنت دي هات لها لعبه تلعب بيها، مش هات لها عريس حقيقي تتجوزه لها. اتفضل يا ابونا انا اسف قطعتك. احنا عايزين في يعني احنا على قرابه نهايه الحلقه يا شيخ مظهر نؤكد، احنا عايزين نوصل الناس تاني نؤكد على فكره خروج الناخبين الى لجان الانتخاب وعدم التهاون وعدم التكاسل وعدم الارتكان الى انه فكره ان في تجريم لهذا الامر وفي غرامه ماليه ربما تصدرها الهيئه القوميه للانتخابات، رغم انه فيها يعني الهيئه الوطنيه للانتخابات عامله اصلا في لائحة الانتخاب ان في غرامة 500 جنيه. احنا مش عايزين ننظر الى الغرامة بقدر ما ننظر الى الواجب الوطني اللي هو يعني موضوع على اعناقنا وعلى اكتافنا. فمصر لها الكثير والكثير، وكما انه مجلس النواب يستحق مننا التدقيق واختيار الاعضاء الصالحين لتمثيلنا وتمثيل مصر امام العالم كله وامام ضمائرنا. نحن نحتاج الكثير والكثير، تشريعات كثيرة محتاجة الى مراجعة وتشريعات جديدة اخرى لابد أن تصدر لصالح المواطن، وكل هذا وذاك بينصب على اختيار عضو مجلس نواب صالح يليق بمصر 2020. من غير هؤلاء الأعضاء اللي احنا يعني بنضع آمال كبيرة عليهم وعلى حسن اختيارهم سوف يكون مجلس النواب المصري كما لو ايه غير كما لو كأنه غير موجود، وهذا لم يحدث أبدا في تاريخ مصر. فطوال تاريخها التشريعي وبيمثل مصر نواب أفاضل صالحين، لذلك احنا بنهيب بكل المواطنين في ال 14 محافظه اللي هم النهارده بيمثلوا المرحله الاولى لاختيار اعضاء مجلس النواب ان هم يخرجوا بكل قوتهم وبكل يقظتهم وعدم التهاون. النهارده لحد الساعه 9 بالليل عندنا تقفل اللجان، وبكره ايضا من 9 صباحا ل 9 مساء في اليوم الاخير. كل واحد كل واحده كل من يحمل رقم قومي من حقه انه يدخل النهارده على موقع الهيئه القوميه للانتخابات ويعرف رقم القيد بتاعه واسم اللجنة ومكانها ويروح يقف، حتى لو هنقف بس احنا مش هندي فرصة ان اي حد يمثلنا، هندي فرصة للصالح فقط اللي هنختاره اللي هو يستحق ان هو يكون عضو في مجلس النواب المصري 2020. ده اللي نختاره حبا في مصر وحبا في الرئيس السيسي. وكل انتخابات وانتم بخير يا شيخ مظهر، الله يخليك يا ابونا، تعبر هذه الانتخابات بخير وسلام ان شاء الله. يا رب يا ابونا كنا معكم. صوتك امانه فاعطه لمن يستحق. المقاطعه انت الوحيد اللي خسران فيها بالزبط. روح اختار اللي انت شايفه صح او حتى ابطل صوتك، المهم انك تروح علشان يبقى اختيارك ويبقى صوتك هو اللي فارق في هذا الموضوع وليس شيء اخر. انما تقعد في البيت وتقاطع تماما اعتقد انت الخسران والوطن خسران من هذا الموضوع. بشكركم شكرا جزيلا، بشكر ابونا شكرا جزيلا على هذا اللقاء. طيب. يا ابونا كتر خيرك، وكل سنه وسعادتك طيب. الله يخليك، نلتقي بكم على خير دائما في الصديقان في امان الله.